إخوان والأكثر عنفا اللي حصل فيها اليوم ما زال استخدام الإخوان لجامعة الأزهر يتم بشكل مكثف. شايف ان شاء الله انه لازم يكون في مظاهرات في جامعه الازهر، ما ينفعش نفصل الطلاب عن الواقع فعلا، لان الدراسه مفصوله عن الواقع، يعني عايشهم واقع غير الواقع ولا ايه؟ فلازم كل طالب وكل واحد يشارك برايه، وشايف ان دي من حق اي طالب ان هو يتظاهر براحته. انا بقول لشيخ الازهر ان هو دلوقتي مش بيمثلني ولا بيمثل المسلمين ولا بيدافع عن الاسلام ولا ماشي على طريق السنه ولا اي شيء، بقى شيخ السلطه زي ما بيقولوا كده، شيخ العسكر. انا ضد المظاهرات المخربه في جامعه الازهر، لان الطالب لابد ان يكون طالب علم وليس طالب مؤذن. لكن المظاهرات يعني بالمعنى الاصح المظاهرات هي راي شعب، ولكن لابد ان تكون ايه بسلميه. انا اوافق على ان تكون فيه مظاهره، بس المظاهره تكون في شارع الجامعه، ما تكونش مثلا تحت مبنى المبنى اللي بيدرس فيه، عشان ما تعقش الدراسه. المظاهرات داخل الجامعه تطالب بعوده الشرعيه التي ارتضاها شعب عبر صناديق الاقتراع او الانتخابات، ولا نريد للجيش ان يحكم. في حال ترشح السيسي التصعيد سيظل مستمر، يا رب ياخذ العمر كله، لانه وسنظل صامدين ان شاء الله. انا بالنسبه لي رايي الشخصي ان السيسي ترشح للرئاسه اكون نهايته، وانا اكون فرحان فيه. يبقى ده طالب مش داخل الجامعة علشان مستقبله ولا علشان يتعلم، ده داخل عشان يمنع المشير السيسي من الترشح. يعني شايفين الهدف؟ الهدف هو شايفين. هنحاول نجيب لكم تاني الاتنين طلاب اللي اتكلموا في نهاية التقرير، كل كلامهم عن انه اذا رشح السيسي نفسه التصعيد هيزيد وهيستمر. وواحد تاني بيقول انه هتكون نهايته. يعني انت داخل الجامعة حتى تضع نهاية لشخص، يعني هو ده هدفك انك تستخدم الجامعة وتفجر الاوضاع داخل الجامعة لتحقيق هدف سياسي لجماعة الاخوان؟ يعني انت بتكشف نفسك وتفضح. ليس هذا هو العمل السياسي داخل الجامعة، ولا ده العمل الوطني داخل الجامعة. تعالوا نشوف، استعيد معاكم تاني ما قاله الطالبان اللذان يتحدثان بتهديد واضح انه لا، هو هدفنا منع المشير السيسي من الترشح، واذا ترشح هتتصاعد الامور وانه هتكون نهايته. المظاهرات داخل الجامعه تطالب بعوده الشرعيه التي ارتضاها شعب عبر صناديق الاقتراع او الانتخابات، ولا نريد للجيش ان يحكم. في حال ترشح السيسي التصعيد سيظل مستمر، يا رب ياخذ العمر كله، لانه وسنظل صامدين ان شاء الله. انا بالنسبه لي رايي الشخصي ان السيسي ترشح للرئاسه اكون نهايته، وانا اكون فرحان فيه. طبعا شايفين الكلام بوضوح، يتم استخدام الجامعات لاهداف سياسيه تتعلق بجماعه الاخوان، هدفهم عوده محمد مرسي ومنع المشير السيسي من الترشح. الهدف واضح، ليس في الجامعات فقط ولكن في الشباب، بس ما عندهمش إلا الجامعات لكي يستخدموها الآن بعد أن فقدوا أي إمكانية في حشد الحشود في الشوارع. افتتاح حديقة حيوان جديدة في جامعة الأزهر. حديقة الحيوان وفقا لأخلاقيات طلبة الإخوان، طلبة الإخوان في جامعة الأزهر هكذا تعلموا، يعني هكذا رباهم الآباء وهكذا فهموا الإسلام، إنه الإسلام يتيح لهم أن يصفوا البشر
والأساتذة والإداريين بأنهم حيوانات، فافتتحوا حديقة للحيوان داخل الأزهر. مشاهد بنجيبها لكم عشان تشوفوا هؤلاء الذين يتحدثون باسم الإسلام وهؤلاء الذين يزعمون أنهم تربوا تربية إسلامية. دي أخلاق طلبة الإخوان، يعني يضعون هذه اللافتة في المبنى الإداري اللي فيه كل الموظفين والإداريين وفيه أيضا بعض الأساتذة، وبالتالي هنا يصفون البشر بالحيوانات. هي دي أخلاقهم، وهذه هي التربية الإسلامية التي زعموا ويزعمون أنهم تربوا بها. تعالوا نشوف جامعة عين شمس. عين شمس كمان كان فيها أحداث كثيرة ومتعددة، لقاءات مع الطلبة.